Esta tarde pedimos a todos los aficionados situados en el fondo sur que cuando salte nuestro equipo levanten las cartulinas para formar el mosaico de bienvenida al Real Madrid. في مرمى برشلونة لغاية الآن خط دفاع برشلونة برافو ولحارس المرمى برافو ومحاولة برشلونة مفهوم جول 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 إنه نيمار يعلع الكلاسيكو من البداية نيمار يعلي الكلاسيكو ويحليه من البداية فقط عند الدقيقة الثالثة المتألق في الآونة الأخيرة غزارة الأهداف مع منتخب البرازيل غزارة الأهداف مع البرشا نيمار يتألق نيمار ويسجل الهدف الأول في الكلاسيكو طبعا كنا نقول أنه في أهداف هذا هو الهدف الأول لم يأتي متأخرا برشلونة إذن من بدري ونيمار من بدري ونيمار يأتيك الآن ويسجل الهدف الأول تقدم وأعطيت له الفرصة الكافية والمساحة الكافية يأتي الآن البرازيلي المتألق ويرفع رصيده الشخصي في الكلاسيكو هو يلعب الكلاسيكو الرابع عند الآن الهدف الثاني عند 9 أهداف في الليغا ميسي 7 أهداف وميسي أيضا حاضر طبعا عند 250 هدف ويحتاج إلى هدف واحد على أساس أنه إعادة رقم زارة وين رد فعلها أخيرا حكم المباراة أخيرا حكم المباراة بعد مطالبات متعددة يحتسب ضربة جزاء لمصلحة الريال لمصلحة الريال راح سيرخي راموس يسولف مع كارلو أنشيلوتي ولكن شوف 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 لاحظ معاي لاحظ معاي المتألق مارسيلو حولها وبالتالي حكم المباراة يحتسب ضربة جزاء لمصلحة كريستيانو لو تسألني بصراحة أقول لك بيجيب الهدف الأول بيجيب الهدف الأول أعتقد مرمى برافو راح الآن يتلقى الهدف الأول كريستيانو يتقدم جول جول للملكي كريستيانو رونالدو 15 هدف صاروا 16 هدف وعند هذه الدقائق من المباراة Барселона не перед сьогоднішнім матчем, так от протягом уже цього сезону. Тут Пепе без нагляду залишають суперники, і це величезна помилка, це катастрофічна помилка для Барселони. Кого-кого? Серхіо Рамоса і Пепе без нагляду при стандарті у власному штрафному майданчику залишати не можна. Хороші маневри Реала. Прекрасну команду роботу Реала. Іско, який же молодчина Іско. Він створив тиск на 2 суперників, він примусив Ін'єсту помолити. Здавалось, невдала передача на Роналду, але Роналду витискає максимум із цієї атаки. Знаєте чому? Тому що була прекрасна, ідеальна чисельна підтримка у Кріштіану Роналду у цій атаці. Хамес Родрігес віддає гольову передачу на Каріма Бензема. Карім переграє Клаудіо Браво 3-1. 3-1 на Сантьяго Бернабео на 62-й хвилині матчу Реал Барселона.